مين؟ طيب يمكن ما كانش ينفع تبقى اول حلقه في البرنامج يمكن، وما نستضيفش او ما نجيبش واحد من الناس اللي ليها فضل كبير بعد ربنا في عوده النادي الاهلي هذا الموسم، يمكن لصداره الدوري من يناير منذ توليه المهمه. بصراحه واحد من الناس اللي ليها دور مهم جدا جدا في اعاده ترتيب البيت في النادي الاهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير كوره بالنادي الاهلي، اهلا بيك. الرحمن كده واطلاله جديده ويا رب تكون حاجه مفيده زي كده. اهلا بيك يا كابتن سيد، وبصراحه ليك دور مهم جدا في الفتره، لازم حضرتك تاخد التحيه على الهوا، ان بصراحه حضرتك اعدت ترتيب البيت بشكل مميز جدا. يعني احنا بصراحه كنا فين، ويعني كنا ما كناش لسه كنا بنقول ان احنا مش هناخد الدوري السنه دي، لا حضرتك بصراحه يعني بفضل كبير بعد ربنا وطبعا اداره النادي الاهلي والجهاز الفني بالكامل، ولكن اعاده ترتيب البيت حضرتك ليك دور مهم جدا في اعاده ترتيب البيت، في ان احنا باذن الله يعني قربنا بشكل كبير جدا من لقب الدوري. طيب يعني خلينا برضو طالما انت فتحت الموضوع، مع ان احنا كنا هنتكلم على المنتخب والمنتخبات الافريقيه والبطوله اللي ان شاء الله الرحمن يعني احساسي واحساس كل المصريين، وان شاء الله الرحمن هتبقى احسن بطوله في تاريخ الكاب كله باذن الله ان شاء الله الرحمن، يعني فتتعامل بشكل كويس قوي قوي باذن الله. لكن يعني دايما دايما الموضوع بيبقى شكل جماعي او منظومه عمل متكامله، لكن في نفس الوقت انت في الاطارات اللي احنا عايشينها او في الاطار اللي احنا عايشينه او في اللخبطه اللي جايه من اتحاد الكوره اللي الناس كلها حاساها ولمساها يعني في الوقت الحالي. لكن فيما يخص الاهم اللي هو بطوله الدوري، موضوع مش سهل، الموضوع صعب. عندنا مباراتين، مباراه مع المقاولين، مباراه مع نادي الزمالك، ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون موفقين فيهم باذن الله وناخد 6 نقاط ونتوج باذن الله. لكن الموضوع مش سهل ابدا، الموضوع عايز شغل كبير قوي، بتزيد من صعوبته الاحداث اللي انت بتشوفها ديت. يعني من اول الموسم لحد دلوقتي يعني تعرضنا لكثير جدا 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 من المضايقات والحاجات اللي هي بتبقى مالهاش علاقه خالص بكره القدم، وبشكل فيه يعني نوع من الضغط على النادي الاهلي، حاجات كتير لو فردناها واستعرضناها هتلاقي ان الدنيا كانت صعبه جدا يعني جدا، مش من ضغط مباريات بس ولا بتلعب في المباريات الافريقيه بس، في امور خاصه اتشرحت في بيان النادي الاهلي او في كلام النادي الاهلي. يعني يكفي ان انا مثلا اقول لك على سبيل المثال، يعني الناس بتطالب ان السنه الجايه مثلا الكاس هيتلعب في قائمه جديده مثلا، من سنتين اثنين مش من اكثر، ما نفس المجموعه اللي موجوده بنفس الاشخاص اللي موجوده، لما كان النادي الاهلي بيلعب النادي المصري في نهائي كاس 2017 لو تتذكر، لو كان 15 اغسطس 2017 كان الاهلي متعاقد مع وليد الازهر، وكان الاهلي متعاقد مع اسلام محارب، وكان الاهلي متعاقد مع ايمن اشرف في الفتره الزمنيه ديت يعني تمام. وجاء ربنا رد من الاتحاد الكوره، لا تعاقدوا مع اللعيبه ديت لكن ما ينفعش ان انتوا تكملوا بهم مسابقه الكاس. ليه؟ كان عندنا قبل نهائي ونهائي، كان عندنا قبل نهائي مع سموحه والنهائي مع فرقه النادي المصري يعني. ليه؟ قال لك عشان البطوله بدات بقيمه والمسابقه لازم تنتهي بقيمه نفس القيمه في نفس الموسم يعني. السنه دي بيتقال كلام ثاني. مش ده اطارنا يعني، خلينا نتكلم في البطولات الافريقيه، لكن لا باكد بس عشان انت شرحت موضوع الدوري او قلت موضوع الدوري، موضوع الدوري لسه الامر مباراتين صعبين جدا، ان شاء الله الرحمن نكون موفقين في التعامل معاهم باذن الله. مباراه المقاولين ومباراه الزمالك باذن الله تعالى. طب بالنسبه للاستعدادات للموسم الجديد المعسكر، هل تم تحديد المكان؟ والله بص يعني احنا متهيألي احنا الدوري الوحيد اللي ممكن لحد دلوقتي ما تعرفش ماشي ازاي ونظامه ازاي وقوانينه ازاي واحداثه ازاي وماتشاته امتى لحد دلوقتي، وانت بتتكلم في 9/6 تمام؟ لكن انت بتشتغل طبعا، بتشتغل على في امور بتبقى قصيره المدى زي ما بيقولوا، في حاجات طويله المدى يعني الموسم اللي جاي، يعني لما نخلص الموسم ده الاول ان شاء الله، لكن بتفكر في الموسم اللي جاي بالتاكيد، برضه هيبقى شرس جدا، هيبقى في حاجات كتير جدا، ما فيش حاجه هتتغير في المنافسه، ما فيش حاجه هتتغير سواء كان محليا او افريقيا، الامر هيبقى صعب مش سهل يعني. لابد ان انت يبقى في استعداد قوي جدا جدا جدا، لابد يبقى في قائمة تقيلة جدا تناسب النادي الاهلي سواء كان محليا او افريقيا. راي حضرتك في البطولة الافريقية بشكل عام يا كابتن سيد، في كأس الأمم الأفريقية خاصة ان هي السنة دي هتقام ب 24 منتخب. دي جديدة في لأول مرة، متهيألي ان الأدوار الأولى مش هتبقى بنفس قوة البطولات السابقة، لأن أنت كنت بتتكلم في 16 فريق، دلوقتي بتتكلم في 24 فريق.
متهيألي الادوار الاولى مش هتبقى بنفس القوه، ممكن يتخللها مفاجات. دايما المباريات الصغيره او المباريات اللي هي ما بين في مجموعه واحده في بطوله صغيره في بطوله يعني مجمعه ممكن تحصل مفاجاه، مش يعني مجموعه من المفاجات لكن ممكن تحصل مفاجاه. لكن اعتقد كمان ان هي مع المستويات اللي انت فيها ديت ما اعتقدش ان المفاجات هتبقى بنسبه كبيره، ممكن تبقى 20% 25%. لكن على كل رؤوس المجموعات اللي موجوده كلهم، رؤوس المجموعات السته اللي موجوده في الوقت الحالي، يعني اعتقد ان الامر شبه محسوم يعني. طب بالنسبه للمجموعه السته اللي احنا بنحللها النهارده، حضرتك تتوقع الكاميرون، غانا، غينيا بيساو، وبنين ترشح مين للصداره؟ يعني طبعا قوه غانا والكاميرون باسمهم وخبراتهم، يعني حتى لو في تعثر مباراه ولا حاجه اعتقد ان هم ممكن يعني يلحقوا نفسهم. لكن برضه عشان تبقى انت يعني في الصوره، يعني متهيألي ان الاثنين مع بعض يعني فوز واحده على الثانيه مش عايز اقول يضعف غانا مع الكاميرون، مش عايز يضعف الثانيه، لان يعني الثانيه قادره باي إن كان من الاحداث انها تتفوق برضه يعني. لكن يعني مش عايز اقول حتى مفاجاه، مش لساني مش مطوحني يعني، اعتقد ان غانا والكاميرون يعني حاسمينها يعني. تمام، شكرا يا كابتن سيد، وان شاء الله الدوري اهلاوي باذن الله. تمام طبعا منتخب غانا